أسعدتم صباحا مشاهدينا في كل مكان، وأهلا وسهلا بالجميع. تحتاج المجتمعات إلى نظام تربوي دقيق مفكر فيه بكل جدية لإعداد الأجيال القادمة وتمكينها من الانخراط في عمليات البناء والتشييد بعد مرحلة الطفولة، وتسيير طريق لها من أجل مواصلة العطاء وتحقيق الإنجازات التي من شأنها أن تستجيب لما يطمح إليه كل مجتمع. وبما أن الفن أداة للتربية والتوجيه والتقويم، زيادة على ما يمكن أن يمارسه من تأثير على السلوك والذوق، فإنه قادر على أداء دور الوسيط التربوي الكفيل بنقل عدد من القيم، وهي القيم التي يحتاج إليها الأطفال والناشئون لبناء شخصيتهم الاجتماعية ولاكتساب المهارات الإبداعية والقدرات التواصلية. وهكذا فإننا اخترنا أن يكون موضوع حلقة اليوم من برنامج بصراحة والأبعاد التربوية لفنون الأطفال، والذي يحضر معنا فيه لمناقشة محاور الحلقة الأستاذ عمر غباج، وهو مخرج كاتب ممثل من دولة الإمارات العربية المتحدة. والأستاذ عمر غباج فنان ساهم وما زال يساهم إلى غاية الآن في نشر الثقافة الفنية، وبالخصوص الثقافة المسرحية، من خلال الأعمال التي يكتبها ويخرجها، وكذا من خلال الإطارات والهيئات الثقافية التي يشارك في تأسيسها. مرحبا بك معنا أستاذ عمر، وشكرا على قبول الدعوة. أهلا وسهلا فيكم، وأنا حقيقة سعيد بوجودي معاكم اليوم. لا شك بأنه يعني ثقافة الطفل محور أساسي في بناء المجتمعات. أكيد، دون شك. مرحبا بك مجددا، وأجدد الترحاب بالدكتور أحمد الدفري، خبير في علوم الإعلام والتواصل ومستشار البرنامج. مرحبا بك أستاذ الدفري. أهلا وسهلا ومرحبا. مرحبا. طيب، البداية ستكون معك أستاذ عمر غباش، أنت مخرج وكاتب وممثل من دولة الإمارات العربية المتحدة. انخرطت في الممارسة المسرحية مبكرا، وبالضبط عندما كنت طفلا في 11 من عمرك. أي تأثير مارسه عليك الفن المسرحي في الطفولة انطلاقا من تجربتك الشخصية؟ لا شك حقيقة بأنه المسرح له تأثير كبير على نفسية وعلى شخصية كل من يعمل به. نعم. المسرح هو المربي الثقافي الآخر الذي يأتي من بعد المنزل ومن بعد المدرسة، وبالتالي طبعا هو الفن بشكل عام وليس فقط المسرح، هو مربي ومهذب للشخصية، ولا شك بأنه أثر حقيقة على شخصيتي بشكل كبير. أنا منذ أن بدأت العمل حقيقة في المسرح، وأنا يعني محب للقراءة و مطلع على كل المجلات والجرائد التي كانت تصل إلى المكتبة العامة في دبي في تلك الفترة، في سنة 74 تقريبا عندما بدأت العمل في مجال المسرح. تمام. كنت مطلع، وبالتالي كنت يعني قارئ شره لل قصص الأطفال والحكايات والقصص التاريخية وإلى آخره. نعم فعلا. طيب، إذن ربما من الخصوصيات إلى العموميات أنتقل معك دكتور الدفري، هل يمكن أن تختلط الأمور على مؤطري الأطفال وبالتالي يخطئوا في التأطير التربوي عن طريق فنون الأطفال أستاذ الدفري؟ نعم أستاذة خديجة، قد يسقط مؤطرو فنون الأطفال في بعض الأخطاء غير المقبولة التي ربما تنم عن عدم إدراك لماهية وخصوصية فنون الأطفال. قد نقوم بتعبئة هذه الفنون بقضايا تتجاوز إدراك الطفل، قد
نوجههم في اتجاه خاطئ، سواء على المستوى الحركي أو على المستوى الفكري أو كذلك حتى على مستوى التربوي من حيث السلوك والتصرف الذي يجب أن يكون مقبولا في بيئة اجتماعية معينة. إذن فعندما يشتغل الفنان مع الطفل في مجال التأطير يجب أن يكون على علم بمجموعة من الأمور الأساسية المرتبطة بقدرة الطفل على الاستيعاب وعلى عدم ملئه وتعبئته بمجموعة من العواطف غير المقبولة التي تتجاوز نفسيته التي تكون ما زالت هشة، كأن مثلا نعطيه نصا مليء بالمآسي وبالأحزان وبالأمور التي ربما هو لم يدركها بعد، وقد يمكن أن نعبئه من خلال مجموعة من النصوص المليئة بالإيديولوجيات وبالنقاشات الكبرى التي لم يفصل فيها حتى الكبار بأنفسهم، بالأحرى الصغار. كما يمكن أن نوجههم في اتجاه حركي معين يفوق قدراتهم الجسدية، وقد حدثت في بعض الأحيان بعض الحوادث في خلال تصوير بعض مثلا الأفلام المتخصصة في الطفل أو بعض المسرحيات أو بعض الأمور مثل هذه. إذن يجب أن يكون الأمر مضبوطا من ناحية التأطيرية في مجال فنون الأطفال. أستاذ خديجة، فعلا. طيب أستاذ عمر، أنتم كنتم مخرجا مسرحيا في المجلس الوطني للإعلام، وأيضا شاركتم في تأسيس عدد من الإطارات المدنية الثقافية والفنية، من بينها المركز العربي الأوروبي لمسرح الطفل والشباب. إلى أي حد استفادت الطفولة من هذه الإطارات، وهل أنتم راضون فعليا عن النتائج التي حققتها؟ طبعا أولا أنا أرحب بضيفنا الآخر الدكتور أحمد دفري في الاستوديو معكم، وأؤكد حقيقة على بعض النقاط التي تطرق إليها أولا بخصوص التأطير الخاص بمسرح الطفل. يعني هناك حقيقة يجب أن يكون هناك احترافية في تقديم أعمال الطفل. في بعض الفنانين وبعض الجهات التي تقدم أعمال طفل أو أعمال تسمى تربوية، ولكن هي حقيقة يعني تفتقد إلى كثير من الاحترافية وتفتقد إلى الكثير من الموضوعية وتقديم العمل بالشكل الذي يشد انتباه الطفل. وبالتالي طبعا كذلك هناك بعض الجهات التي تستغل مسرح الطفل في تقديم أعمال هزيلة وأعمال يعني لا تمت بالتربية بالسلع. هذا من جهة. أما من الجهة الأخرى التي تطرقت إليها أستاذة خديجة بخصوص الجهات التي شاركت في تأسيسها في خصوص مسرح الطفل، فأنا حقيقة يعني سعيد جدا بأحد الإنجازات التي قمنا بها في جمعية المسرحيين عندما كنت رئيسا لجمعية المسرحيين في دولة الإمارات العربية المتحدة. و يعني كانت فكرتي حقيقة في تأسيس مهرجان الإمارات لمسرح الطفل، والمهرجان مستمر حاليا لحد حتى الآن حقيقة، وصل إلى الدورة 20 تقريبا على حسب ما أذكر، وقدم العديد من التجارب المسرحية المتميزة في مجال مسرح الطفل، وكان هناك العديد من الندوات الفكرية والعديد من الندوات التطبيقية التي
ناقشت هذه العروض المسرحية وساهم هذا المهرجان تمام. في إظهار العديد من المواهب الفنية. صحيح. إذا تحدثنا عن أطر أخرى أو عن مؤسسات أخرى ساهمت في تأسيسها مثل المركز العربي الأوروبي لمسرح الطفل والشباب والذي تم تأسيسه في مدينة أصيلة بالمغرب، وكنت حقيقة من الناس الذين وضعوا النظام الأساسي لهذا المركز، بالإضافة إلى وجود رئيس المركز الأستاذ عبد الإله فؤاد. نعم. وكنت أنا المنسق العام، ولازلت حقيقة أنا وهو نقوم بجهد شخصي لاستمرار هذا المركز، وقدمنا العديد من الندوات التي تحدثت عن مسرح الطفل وعن التربية. تمام. ولكن هذه الأطر أو هذه المؤسسات إذا لم تجد من يدعمها ولم تجد الجهات التي تقدم لها الدعم اللوجستي والمادي وإلى آخره، لن تستطيع الوصول إلى أهدافها المرسومة. بالضبط. طيب سأتقل للدكتور الدفري فيما يتعلق بالقدرات والمؤهلات، ما هي هذه القدرات التي ينبغي أن يتوفر عليها المؤطرون في مجال فنون الأطفال دكتور دفري؟ نعم، هي قدرات معرفية. أولا يجب أن تكون هناك مجموعة من المعارف لدى المؤطر مرتبطة بإدراك نفسيات الطفل حسب مراحل نموه الذهني والفكري، لأن هناك مجموعة من المراحل يمر منها الطفل، مثلا مرحلة من 2 إلى 4 سنوات، من 4 إلى 7، من 7 إلى 10 أو 11 وكذا. إذن يجب أن يفهم هذه الأمور بدقة، وهي معارف علمية تمام. ودقيقة، لا مجال فيها للاجتهاد الشخصي. ثم يجب أن يكون على دراية بقضايا التربية، كيف نوصل المعلومة إلى الأطفال، لأن الطريقة التي نتحدث بها مع الطفل يجب أن تكون مضبوطة من ناحية البيداغوجية. هناك بعض الأشخاص يتحدثون مع الأطفال بطريقة يحاولون أن يظهروا للأطفال كأنهم أصبحوا أطفالا مثلهم، وهذا خطأ. يجب أن يبقى الكبير كبيرا والصغير صغيرا، وأن تكون هناك وساطة بينهما من خلال أسلوب في التواصل والتعامل. كل واحد خصو يبقى في مكانه الطبيعي حسب صحيح. فكره وحسب صحيح. سنه، لكن يجب أن يكون هناك اتفاق بينهما على مستوى إيصال المعارف، هذا شيء مهم وأساسي. كذلك يجب أن تكون هناك قدرات على مستوى التأطير العاطفي، يعني عندما نتحدث التأطير العاطفي التأطير الوجداني. قد يتأثر الطفل بشيء ربما لا يفهمه المؤطر، إذا يجب أن يعرف ما هي الأشياء التي لأن فعلا الأطفال عندهم حساسية مرهفة من خلالها نفسانيا. فعلا لأن الأطفال عندهم واحد الحساسية مرهفة وتفوق نعم ربما نعم. الأشخاص البالغين بطبيعة الحال. طيب خليني دكتور دفري ننتقل الأستاذ عمر غباش، تخصصتم في المونودراما أي في المسرحيات التي يؤديها ممثل واحد، ألا ترون أن هناك ربما تقصيرا في مجال المونودراما الخاصة بالأطفال، وما هو تصوركم للكيفية التي يمكن من خلالها استخدام المونودراما أستاذ عمر؟ هو طبعا نحن إذا عدنا إلى تاريخ المنطقة نجد بأن هناك شيء اسمه الحكواتي. تمام. الحكواتي هو جزء من التراث العربي، و يعني يعتبر نوع من أنواع الإلقاء أو الفن الإلقائي الذي يقدم قصة ما للمشاهدين أو المستمعين صحيح. لهذا الحكواتي، وبالتالي طبعا يمكن الاستفادة من فن الحكواتي لتقديم قصص خاصة بالأطفال. هناك يعني بعض المحاولات على مستوى المنطقة العربية في الجزائر وفي الإمارات وفي الكويت وفي المغرب وفي تونس وفي مصر وفي سوريا والأردن والعراق
العديد من الدول العربية حقيقة لإحياء فن الحكواتي، وهناك بعض يعني الأخوة الفنانين الذين يقدمون فن الحكواتي للأطفال، وبالتالي هذا يعتبر نوعا ما يعني جزء من أو شكل من أشكال فن المونودراما، لأنه هو فنان واحد فقط متفرد يقف أمام الحشد ويقدم لهم قصة معينة، ويعني يعيدنا إلى أبو المسرح ثيسبس عندما كان في اليونان القديمة، عندما قدم مسرحا منفردا يعني أمام الجمهور. وبالتالي طبعا قد أتفق معك يا أستاذة خديجة بأن هناك تقصير من نوع ما من قبل الفنانين في تقديم فن المونودراما للأطفال، ولكن هذا يعني نوع من الفن يحتاج إلى الكثير من البحث والكثير من الدربة والكثير من الإمكانيات والبحث والنبش في التراث العربي القديم لتقديمه إلى الطفل، وكذلك استحضار التكنولوجيا واستحضار التقدم وتقريب هذا الفن عن طريق التكنولوجيا للأطفال والتربويين. طيب على ما أعتقد ربما أنتقل للأستاذ الدفري في عجالة في دقيقة على ما أعتقد هي المتبقية من عمر البرنامج. دكتور الدفري، بحكم أن الأسرة لها مسؤولية كبرى في تربية الطفل، أي دور لها في تحفيز الأطفال على الانخراط في هذه الأنشطة الفنية؟ بإيجاز لو سمحت. نعم، الأسرة لها دور كبير، يجب أن تدرك وبالتأكيد أنها تدرك أن الفنون تساهم في تشكيل شخصية الطفل وفي مده بتلك الطاقة على الإبداع والخلق والابتكار، لذلك يجب أن تواكبه في هذا الإطار، أن توجهه، أن تدفعه إلى أن يمارس الفنون وأن يشاهد الفنون وأن ينصت إلى كل ما له علاقة بالفنون وأن يقرأ كل ما له علاقة بالفنون. أستاذة خديجة، طيب إذن وصلنا لنهاية الحلقة، شكرا جزيلا، أكيد سنستمر بعد فاصل في نقاشنا دائما في هذا الموضوع عبر أثير ميديا. شكرا جزيلا للأستاذ عمر غباش المخرج والكاتب والممثل من دولة الإمارات العربية المتحدة، شكرا جزيلا لك أستاذ عمر. أهلا وسهلا، كنت سعيدا بوجودي معكم، شكرا جزيلا أستاذة خديجة. شكرا، نحن الأسعد، وحديثنا سيستمر بطبيعة الحال. شكرا جزيلا للدكتور أحمد الدفري مستشار البرنامج، شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به، شكرا دكتور. الشكر أيضا موصول لكم مشاهدين على كرم المتابعة، نلقاكم بكامل المحبة غدا هنا في نفس الموعد.